السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون في النشرة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة يشارك في فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمديكس 2022 تعزيزا للتعاون العسكري بين الجزائر ودولة قطر. أكثر من 10 أحزاب إسبانية تبدي رفضها للموقف المتحول لإسبانيا حول قضية الصحراء الغربية، وتطالب سانشيز بالمثول أمام البرلمان للتوضيح. وفي النشرة نرصد ردود فعل نشطاء حقوقيين أوروبيين وصحراويين حول الموقف الإسباني المثير للجدل. بمرافقة ودعم الدولة وبعد تغطية الطلب المحلي، تصدير أول شحنات من كوابل الكهرباء من أحد المصانع بعين الدفلة بقيمة 3 ملايين دولار نحو الولايات المتحدة الأمريكية. بعد عملية رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الفلاحية، شبكة الكهرباء تصل عددا من المستثمرات بلدية. والطاقة الشمسية بإليزي لتوفير المياه الصالحة للشرب لفائدة البدو الرحل والموالين بالمناطق الرعوية. في اليوم العالمي لمرضى تريزوميا نقف في النشرة عند أكاديمية بروفايل لتعليم الأطفال والكبار فنون المسرح والإلقاء والرقص الإيقاعي والكلاسيكي. بداية وبدعوة من السيد الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، شارك اليوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة في فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمديكس 2022 المنظم بالعاصمة القطرية الدوحة. مشاركة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في معرض الدوحة ديمديكس 2022 يعكس المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين الجزائر ودولة قطر تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. فدنا إلى الدوحة رامي عامر. في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى دولة قطر، شارك السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمديكس 2022، حيث طاف السيد الفريق بالمعرض وتوقف مطولا بالجناح القطري، حيث اطلع على الإنتاج العسكري القطري في مختلف منظومات الدفاع والآليات. بعدها التقى السيد الفريق السعيد شنقريحة بالفريق أول حمد بن علي العطية مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، حيث أبلغه بالمناسبة تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. من جهته أشاد الفريق أول حمد بن علي العطية بسياسة الدفاع الجزائرية وخبرتها الواسعة، منوها بتاريخ الجزائر الحافل ومشوارها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. أهلاً وسهلاً. كما كان للسيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء ثان مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن سالم بن حمد العقيل نابت، حيث ارتكزت المحادثات على التكوين في المجال العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين. وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية تعني الكثير. للإشارة ديمديكس 2022 معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري واحد من أهم التظاهرات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تشارك فيه 200 شركة متخصصة من أكثر من 20 دولة تهدف لاستعراض آخر المنتجات والمنظومات العسكرية.
وتحرص الجزائر دوما على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الدفاع. ويشكل معرض ديمدكس بقطر في طبعته السابعة واحدة من المحطات الهامة ضمن هذه الرؤية. رامي عامر مبعوث التلفزيون الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة. هذا وكان في استقبال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة لدى وصوله أمس إلى مطار الدوحة الدولي. كل من اللواء ركن جاسم المهندي رئيس هيئة التدريب والعميد ركن أحمد المنصوري مدير مديرية المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية والسفير الجزائري لدى دولة قطر وسفير دولة قطر لدى الجزائر والملحق العسكري القطري في الجزائر. إلى ملف الصحراء الغربية الآن والموقف الإسباني المتحول والمثير للاستهجان والاستغراب والجدل حول القضية الصحراوية العادلة، حيث تستعد مختلف الكتل البرلمانية الإسبانية بمجلس نواب غدا الاثنين لتقديم طلب مثول رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لتقديم توضيحات حول التغيير الذي عبر عنه في موقف الحكومة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية. وضمن ردود الفعل المنددة بالموقف الإسباني، عبر رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي بيير غالون في اتصال هاتفي مع التلفزيون، عبر عن استيائه من الموقف واصفا إياه باللا مقبول والمتناقض مع لوائح الأمم المتحدة. La position du gouvernement espagnol est en contravention avec la règle internationale, avec le droit international. هذا الموقف للحكومة الإسبانية يخالف القوانين الدولية والحقوق الأممية، يتعارض كذلك مع التزامات الأمم المتحدة والحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية في 29 سبتمبر المنصرم، والذي ينص بكل وضوح باستقلالية الصحراء الغربية عن المغرب وأنها ليست جزءا منه. وبالتالي فلا يوجد أي سبب للحكومة الإسبانية في أن تغير من موقفها وأن تخضع للضغوطات المغربية. اليوم إسبانيا كما ألمانيا كذلك تتخذ موقفا يستهدف منح صوت إلى الاقتراح الرامي بتجسيد الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وهو اقتراح مغربي وقرار تتخذه المغرب. كما تعلمون أن سياسة الحكم الذاتي هو منهج الأنظمة الاستعمارية تجاه مستعمراتهم القديمة، تنتهج قبل منح حق تقرير المصير للشعوب والوصول إلى الاعتراف بنهاية الاستعمار. هنا الوضع مختلف، أوروبا تتخذ خطوات إلى الوراء وتتعارض مع القانون الدولي والحقوق الدولية وكذلك القرارات المحلية. لا ننسى بأن الاتحاد الإفريقي ومنذ نشأته يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية. إذن هناك شرخ عميق، وهذا ما دئبت عليه إسبانيا التي تعارض القانون الدولي منذ نوفمبر 1975 حين وقعت اتفاقية ثلاثية مع المغرب وموريتانيا، وهو الاتفاق الذي لم يعترف به المجتمع الدولي لأنه تعد صارخ للحقوق والقوانين الدولية. اليوم ومرة أخرى إسبانيا تتجه نحو مرافقة التعدي المغربي على الصحراء الغربية، وهو الأمر الذي سيثير زملائي وأصدقائي الإسبان والحقوقيين الدوليين وكذلك المنظمات المتضامنة مع الشعب الصحراوي. وأمل اليوم في ردة فعل قوية تجاه هذا القرار الذي اتخذته حكومة شانسيز والعودة للانخراط ضمن المواثيق الدولية، خاصة وأن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن هذا الملف وإسبانيا ليس لها الحق في التدخل. وكلنا اليوم معنيون لإعادة الموقف الإسباني ليندرج ضمن التزاماته. كما شجبت النائب الثاني لرئيس الحكومة وزيرة العمل والاقتصاد الإسبانية يولاندا دياز في تصريح سابق لوسائل الإعلام الإسبانية موقف رئيس الحكومة وصفة إياه بالخطير وغير المسبوق. طبعا السياسة الخارجية لألفاريس والوزير الأول سانشيز من المنطقي أنها لم تعجبنا، لأن القضايا المهمة مثل هذه في حكومة ائتلافية يجب أن تكون بالتشاور والتشارك الجميع، خاصة في قضية مهمة ولها ثقل كبير.
ha causado enorme preocupación en el conjunto del país, sobre todo cuando lo que es evidente es que tenemos que cumplir. يجب التنسيق أكثر في مثل هذه القضايا. Respecto de esta posición es el propio Partido Socialista. Podemos dijo ayer que la posición es inadmisible. وموقفنا من القضية الصحراوية ثابت ولم يتغير. Bueno, primero, nosotros somos coherentes, no hemos cambiado de posición. Quien es incoherente es quien sin dar explicaciones cambia la posición. من جهته كاتب الدولة الإسبانية لأجندة 2030 الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني هنريك سانتياغو ندد بالموقف المتحول لإسبانيا تجاه قضية أثبتت شرعيتها أمام هيئة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية. الشعب الصحراوي وانطلاقا من موقف الأمم المتحدة الداعم تاريخيا للشعب الصحراوي هو من يحق له اتخاذ هكذا قرار والذي يدافع عن حقه ومستقبله والذي احتل من طرف المغرب بطريقة كولونيالية ووضعية غير قانونية. ما يحدث في الصحراء الغربية وضع يبعث على القلق، فمن حق الشعب الصحراوي أن يتمتع بحقوق الإنسان كبقية الشعوب. كما عبر كبير مسؤولي إقليم غاليسيا رئيس الحزب الشعبي الإسباني ألبرتو نونيز فييخو عبر عن رفضه لقرار الحكومة الإسبانية بتغيير موقفها تجاه القضية الصحراوية العادلة، داعيا كل الشرفاء إلى ضم أصواتهم من أجل نصرة شعب الصحراء الغربية الذي يعاني في صمت جراء الاضطهاد والجور الممارس من قبل المحتل المغربي. تغير واضح في السياسة الخارجية الإسبانية هذا ليس من صلاحيات حزب واحد، لا يمكن كذلك أن تكون من صلاحيات الحكومة وحدها. تغيير موقف دون أي مبرر واضح نعتبره تهورا بعد 50 سنة من التوافق بين الحكومات المتعاقبة والتوافق أيضا بين الأطياف السياسية في البرلمان حول هذه القضية العادلة. كل الحكومات الفارطة لم تقع في مثل هذا الخطأ الذي ارتكبته حكومة سانشيز. Con tanta frivolidad, con tanta improvisación y con tanta soberbia como la del presidente. الناطق الرسمي لحزب بوديموس إيزابيل سييرا في أول رد فعل للحزب دعت سانشيز إلى العدول عن هذا الموقف الذي يتنافى مع اللوائح والقرارات الأممية الداعمة لقضية الصحراء الغربية. قرار سانشيز اللامسؤول وتحول موقفه حول الصحراء الغربية هو تحول غير مبرر ويعني تحول بلدنا الذي لطالما حمل الاحترام للشعب الصحراوي ولقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما أن هذا القرار هو تحول في البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي والحكومة الائتلافية. لدينا ضغط كبير من مكونات المجتمع الإسباني ومنظمات حقوق الإنسان اتجاه القضية الصحراوية ونحن نتفهم هذا الضغط. الإسبانيون لا يمكنهم أن يسمحوا بالتعدي على حقوق الشعب الصحراوي. بدوره رفض عضو مجلس الشيوخ الإسباني عن حزب ماس مدريد نييغو إريخون رفضا تاما موقف إسبانيا المتحول وصفا إياه بالموقف غير الثابت والعبثية. الحكومة قامت بتصرف غير مفهوم وغير صائب
هذا القرار يعتبر رضوخا للمملكة المغربية، وهو يتعارض مع قيم المملكة الإسبانية تجاه قضية الصحراء الغربية وتجاه الشعب الصحراوي المناضل من أجل إقامة دولته. هذا القرار لا يمثل الشعب الإسباني. سنواصل النضال من أجل نصرة هذه القضية. دائماً وضمن ردود الفعل الإسبانية الرسمية الرافضة للموقف المتحول الإسباني تجاه القضية الصحراوية، دعت عضو المجموعة الدولية لمحامي القضية الصحراوية إيناس ميراندا إلى الوقوف مع الشعب الصحراوي ضد إرادة سانشيز في تقويض جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء الغربية. نحن ضد هذا الانزلاق الخطير لرئيس الحكومة الإسبانية، وهو قرار لا يمثل إسبانيا كدولة. نحن ضد قرار الحكم الذاتي. معظم التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية هنا في إسبانيا مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للوائح الأممية وقرارات الشرعية الدولية. كما تعلمون، منذ احتلال إسبانيا لهذا الإقليم ونحن نعلم أن هذه الأرض للصحراويين. إسبانيا دائما مع الشرعية والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة حتى يتسنى لهذا الشعب بسط سيادته على أرضه، وتصريح رئيس الحكومة لا يمثله إلا هو، وهو قرار جائر وغير عادل. Que justifique una declaración de este tipo. España tiene que ser garante de la legalidad. وضمن ردود الفعل الصحراوية الرسمية، أدان ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله العرابي موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز واصفا إياه بغير المسؤول. فيما يخص موقف الحكومة الإسبانية، نحن نندد هذا الموقف لأنه يتناقض تماما مع الموقف التاريخي للدولة الإسبانية وللحكومات على مستوى إسبانيا، وكذا مع موقف الأحزاب والنقابة وحركة التضامن. إذن نحن نؤكد من جديد أن الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو ستواصل كفاحها حتى نيل حقها من أجل الاستقلال التام على كل وطن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. من جهتها، المناضلة والحقوقية الصحراوية أمينة حيدر أكدت في تصريح حصري للتلفزيون الجزائري مواصلتها للنضال من أجل نصرة الشعب الصحراوي وقضيته العادلة رغم الموقف المشين لرئيس الحكومة الإسبانية، وهو الموقف الذي أدنته بشدة المناضلة الصحراوية القابعة تحت الحصار بالمناطق المحتلة سلطانة خيا. نتابع. سكوت الدولة الإسبانية عن كل الجرائم التي تنتهك بشكل صارخ وبشكل مفضوح ويومي ضد الصحراويين وضد بناء الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة لهو أكبر خيانة. وشخصيا يعني لا أتحدث من عبث، أتحدث بصفتي ضحية مباشرة كوني تعرضت للترحيل القسري والطرد من أرض الصحراء الغربية من طرف دولة الاحتلال المغربي، وبمباركة والتواطؤ من دولة الدولة الإسبانية بحكومة ثباطيرو آنذاك. ويعني الجميع يعلم ما تعرضت له يعني على يد هذه الدولة وتواطؤها المفضوح. اليوم الدولة الإسبانية أو الحكومة الإسبانية تجدد للأسف الشديد خيانتها للشعب الصحراوي، تحاول يعني الالتفاف على حقه المشروع الغير قابل للتقادم ولا التصرف في الحرية والاستقلال. هذه الخطوة تعتبر خطوة غير مدروسة العواقب، وتعتبر انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة، يعني والتي تكفل حق الشعوب في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال. للأسف الشديد اليوم الدولة الإسبانية والحكومة الإسبانية أصبحت يعني تصطف إلى جانب فرنسا في دعمها للاحتلال المغربي، وأصبحت حاميا للاحتلال المغربي. وهذا الموقف حقيقة يهدد سلام وأمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا، ويدعم الاحتلال المغربي في عدوانه على الشعب الصحراوي
وتشجيعه على ارتكاب المزيد من الجرائم ضدنا كمواطنين صحراويين عزل تحت القبضة الحديدية للاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة. ندوا هذا العمل اللي يعني عن الجريمة اللي ارتكب الرئيس الإسباني بيدرو شانسيس، وبالفعل هذا يعني لست ما يفاجئنا من اللي نحن في 75 كانت اتفاقية ثلاثية مشؤومة اللي يعني عن قبضتنا إسبانيا فيها اللي هي محتلتنا وغلطت يعني عنها قرارات الصحراء وغلطت تسلم الصحراء الصحراويين. بالفعل عنها اليوماتية نفس كررت نفس يعني القصة في ذيك 75 واليوم القرن 21 ليكرر الجرائم على الشعب الصحراوي. بالفعل عن الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا، الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار من ضمن اللجنة الرابعة. احنا كصحاوي القرار يبقى نحن يبقى الممثل الوحيد والشرعي الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء والذهب، ما يمثلنا حد ثاني. يعني ذا اللي يعني عنه يخطط على الشعب الصحراوي من كل اتجاه. نحن كصحراويين كدوله نطالبوا بحقنا في استقلالنا واستكمال سيادتنا على كامل الوطن، السياده الصحراويه. وبالفعل عنا كصحراويين كمدافعين ندوا بهذا العمل الهمجي ونقولوا للحكومة الإسبانية هذا ما يفاجئنا، هذه هي الجريمة يعني اللي ديما تطبخوا علينا مع سبة مصالح. نرفع تحياتنا للشعب الإسباني بيد الشعب الإسباني لحقيقة الشعب الأحرار اللي واقف إلى جانب القضية الصحراوية، وندوا بهذا العمل نقولوا عن عيب وعار يا إسبانيا اليوم في هذا القرن المؤلم الستين تشاركي في الجريمة على الشعب الصحراوي. والشعب الصحراوي يطالب جميع أحرار العالم عنه شعب قائمة دولته ليحرر الباقي من دولته قائمة ولها دلاله المخادمة والاستقلال وكل الوطن أو الشهادة. وعن الموقف الإسباني المتحول تعود بنا عجلة التاريخ إلى الصفقات الوهمية المبرمة بين نظام المحتل المغربي وإسبانيا والتي لم تعد بالفائدة على الجانبين بل وتسببت دائما في تعطيل الحلول الأممية لفض النزاع في الصحراء الغربية. عبد الله بوزاري. المكان جزيرة تورا أو كما تعرف بجزيرة ليلى، الزمان 18 من جويليا من العام 2002 حين انقضت وحدة كوموندوز تابعة للجيش الإسباني على وحدة للجيش المغربي التي قامت باقتحام الجزيرة والسيطرة عليها. كانت الصور التي بثها موقع انترفيو الإسباني صادمة للجميع، كانت ضربة للتحالف المعلن بين البلدين قبل أن تكون إهانة للجيش المغربي. غير بعيد عن هذه الجزيرة تتراءى سبتة ومليلية الخاضعتان للسيطرة الإسبانية. هنا أيضا مهد مئات القصص التي تحكي عن الصفقات المغربية الإسبانية والتنازلات المغربية لحكومة المملكة الإسبانية. تشير إحصاءات مبيعات السلاح الإسباني بين عامي 91 والعام 2020 أن مدريد وردت ما قيمته مليار يورو من الأسلحة والعتاد الجوي والبحري والقنابل والصواريخ، كما تكشف معطيات أخرى عن منح الحكومة الإسبانية عام 2014 لكمية ضخمة من الألغام بسعر رمزي وجهها النظام المغربي لتطوير خطوطه العسكرية على طول الجدار العازل في أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وطيلة سنوات عدة تفاهمت المملكة المغربية والحكومة الإسبانية على نهب خيرات الشعب الصحراوي في سواحل الصحراء الغربية، واستمرت عمليات الصيد البحري واستكشاف الثروات الصحراوية في المياه الصحراوية، لكن قرارات قضائية إسبانية وأوروبية زلزلت الصفقات المغربية الإسبانية. وكان قرار المحكمة الوطنية الإسبانية شهر جويليا من عام 2014 والقاضي بأن إسبانيا تبقى القوة المديرة للصحراء الغربية حتى استكمال مسار تصفية الاستعمار فيها الضربة الأولى القاسمة، ليأتي بعدها قرار المحكمة الأوروبية في سبتمبر من العام الماضي التي ألغت كافة الاتفاقات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي ونظام الاحتلال المغربي لاستغلال خيرات الصحراء الغربية.
وتزامنا مع مستجدات القضية الصحراوية، يواجه نظام المخزن المحتل شعبه الثائر ضد سياسة التهميش والإقصاء التي مست كل مناحي الحياة، لتشهد مختلف المدن المغربية مظاهرات عارمة يطالب فيها الشعب المغربي نظام المخزن العميل بالرحيل، تقول نادية علمي. منذ أسابيع بل منذ أشهر المواطنون يجتاحون شوارع عدة مدن مغربية في مظاهرات واحتجاجات رافضة ومنددة بالتهميش وساخطة على موجة الغلاء التي تعرفها البلاد. كاهل المواطن المغربي أثقلته الأجور الهزيلة والأسعار الحارقة التي انعكست على جيوبه، فأصبحت مختلف فئات المجتمع تعاني الفقر المدقع. لي الحل إرحال رئيس الحكومة، الوزارة، وزيرة السياحة، الصناعة التقليدية، كل شيء إرحاله. اه هادشي راه بزاف، كتنوض كتنعس كتصيح، كتلقى واحد كتشعط مول الحانوت عندك 300، ما خلوش يمشي بحالو، يعطينا اتساع، يعيش داكشي اللي عنده، هذاك الشيء اللي عنده يعيش به. البطالة تسجل معدلات قياسية في أوساط الشباب، والبلاد تعرف تقييدا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما الحريات النقابية. أوضاع اجتماعية مزرية مرشحة للاستمرار في ظل تعنت المخزن الذي يبقي أذنه صماء أمام آهات المواطن المغربي. وبالعودة إلى ردود الفعل الرافضة لموقف إسبانيا المتحول تجاه القضية الصحراوية، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم البرلمانيين الشرفاء في إسبانيا إلى التعبير عن رفضهم لتغير الموقف الرسمي لبلادهم تجاه القضية الصحراوية، وذلك نصرة لقضية عادلة ودفاعا عن شعب محتل. الجزائر كذلك تستغرب موقف مملكة إسبانيا التي غيرت موقفها إزاء قضية الصحراء الغربية المسجلة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية الاستعمار غير مبالية بالأعراف الدولية، وضاربة في نفس الوقت عرض الحائط بمقتضيات القانون الدولي الذي يقدس حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على أراضيها. إن مقايضة حقوق الشعب الصحراوي غير قابلة للتصرف بمصالح آنية والخضوع بشكل غير مبرر لابتزازات خسيسة لا يعصف فقط بالجهود التي لا تزال تبذل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة، بل يعرض المنطقة بأسرها للدخول في دوامة من التوترات. ومن هذا المقام فإنني أدعو نظراءنا الشرفاء من البرلمانيين في مملكة إسبانيا إلى التعبير عن رفضهم عن هذه التنازلات الغير المقبولة والتغيير في المواقف الذي لن يخدم المملكة الإسبانية نفسها، وذلك نصرة لقضية عادلة وحق مشروع ودفاع عن شعب لا يزال يعاني طيلة عقود من احتلال يفتقد أي سند قانوني وترفضه كل الهيئات الدولية. برلمانيا، وفي جلسة عامة ترأسها اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، رد وزير العدل حفظ الأختام على اقتراحات نواب المجلس بخصوص عرض مشروع قانون التقسيم القضائي الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستثنائية، كما رد على انشغالات ومناقشة عرض مشروع القانون التجاري الذي يقترح إنشاء شكل جديد من الشركة التجارية تحت تسمية شركة المساهمة البسيطة، ويندرج في إطار تكييف منظومتنا التشريعية مع تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية بغرض تمكين الشباب حاملي المشاريع لتأسيس شركتهم الخاصة والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تعزيزا للنشاط الطاقوي ببلادنا، أشرف اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار على تدشين وحدة تصنيع المعدات الثابتة البترولية بمديرية البناءات المعدنية التابعة للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء بالمنطقة الصناعية بالحراش. المنشأة الصناعية استحدثت لأول مرة في أحد فروع مجمع سوناطراك، حيث سيتم إنجاز معدات معدنية أخرى ستساهم في التقليص من فاتورة الاستيراد.
هذه العملية عندها قيمة إضافية كبيرة وتشجع كذلك التصنيع في الجزائر للمعدات الدقيقة وكذلك المهمة في المشاريع سوناتراك في المنبع وخاصة عند اكتشاف حقول البترول والغاز. أول هذه المنشآت تنجز في هذه الحقول. في بيان لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وتضمن ميثاق أخلاقيات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذي يتشكل من 8 نقاط يتقاسمها، دعا المجلس كل الأعضاء المؤسسين للعمل سويا من أجل تطبيق قيم وأسس المجلس وكذلك تطبيقها داخل مؤسساتهم عن طريق ميثاق أخلاقيات المجلس واسترجاع سمعة وصورة المؤسسة الجزائرية بمحاربة كل أشكال الرشوة والغش. وجاء في البيان أن المجلس يدعم احترام القوانين والتنظيمات الجزائرية من طرف كافة أعضائه لا سيما من الجانب الضريبي شبه الضريبي والبيئي ويعتبرها نقطة هامة في مسار تطهير الاقتصاد الوطني، كما يجب على أعضاء المجلس أن يتحلوا بروح المسؤولية في المجال الاقتصادي الاجتماعي البيئي والمجتمعي مع المساهمة في ترقية المقاولات النسوية وكل إجراء من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني. وذكر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في ختام بيانه أنه يتوجب على كل مؤسسة تريد الانخراط أن توقع مبدئيا ميثاق أخلاقيات المجلس. بمرافقة ودعم الدولة وبعد تغطية الطلب المحلي، تم اليوم من ولاية عين الدفلة تصدير أول شحنة من كوابل الكهرباء من أحد المصانع بالولاية بقيمة 3 ملايين دولار نحو الولايات المتحدة الأمريكية. العملية تعد الأولى من نوعها وتأتي تجسيدا لإرادة الدولة في تثمين المنتوج الوطني وولوج الأسواق الداخلية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. تفاصيل نوفا مع محمد العيد البيهي. هنا بالمنطقة الصناعية في عين الدفلة عمليات تصدير واسعة نحو الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل أنواعا متعددة من الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي. النهاردة عدد العمالة حوالي 750 عامل عمالة مباشرة، 1500 عامل عمالة غير مباشرة، كل تركيزه على أنه يصنع المنتجات التي لم تكن تصنع من قبل في الجزائر، ثم الاهتمام الحالي بصناعة المحولات الكهربائية. ثم النهاردة بنتشرف أن الجزائر استطاعت أن هي تقوم بتصدير الكوابل الكهربائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أول شحنة بحوالي 3 مليون دولار. الخبر الإيجابي أيضا أن هذه ليست الشحنة الأخيرة، دي شحنة أولى ومتكررة كل شهرين بتعاقد أو اتفاقية لمدة عام كامل قابلة إن شاء الله للتكرار. أنا يعني والتيم كل الفريق نتاعي سهرين على جودة المنتج، سهرين على إعطاء منتج ذو جودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية. الحمد لله المصنع هذا كي راه في ولاية عين الدفلة استفدنا منه، متصل بطلب دليل أننا دخلنا وكانت عندنا فرصة أن نشتغل في المصنع. الحمد لله تخرجت من الجامعة في ديسمبر 2021 وبعد فترة الحمد لله تحصلت على هذه الفرصة. قدرنا نتكون في هذا المصنع وخاصة في مخبر الاختبارات الكهربائية. هذا المنتوج الوطني الذي يتسم بجودته جعل الطلب عليه داخليا وخارجيا، خاصة بعد تسهيلات الدولة وتشجيعها للمستثمرين. هذه المرافقة تأتي في سياق تطبيق سياسة السلطات العليا في البلاد من أجل التوجه نحو الأسواق الخارجية، خاصة الدول الإفريقية والدول أمريكا الشمالية والأوروبية. هو إذن واحد من أهم المصانع التي تزخر بها الجزائر في صناعة الكوابل والمحولات الكهربائية والتي أغدغت الأسواق الوطنية وأصبحت اليوم تنافس المؤسسات العالمية في الأسواق الدولية. وكوابل الكهرباء امتدت إلى المستثمرات الفلاحية بالمدية ضمن سياسة رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، تقول أحلام قلمامي. غياب شبكة الكهرباء في المستثمرات الفلاحية هي إحدى أبرز العقبات والعراقيل التي كان يعاني منها فلاح ومستثمر ولاية المدية. اليوم لم يعد هذا العائق موجودا لدى بعض المستثمرات. الموتورات احنا كنا نجيبوا بالتيام مليون، ما تسقيش بها ساعتين، تاع المازوت
إيه درك رحمة ربي كي يعطيونا تريسيتي الحمد لله، ولا درك يركب بومبا ولا يركب موتور ولا حاجة تمشي بالضوء. 24000 صجرة هنايا. تفاح بوم، كاين أنواع تفاح، تفاح بوم، كاين ديليسوس، كاين ستان كريمسو، كاين أنواع مخلط يعني ماشي نوع واحدة. ورانا نخدموا وأنا فرحين كي جات الكهرباء هذه، الحمد لله درك نجم نمشوا للفراج، نجم نحجروا الريتوني هذاك نحجروا الماء، نجي نفاصيو الخدمة. الحمد لله درك. درك المهم احنا كي داروا لنا تريسيتي ورانا نخدموا في الفليحة تاعنا ونعودوا الفليحة تاعنا إن شاء الله ندعموها ونصدروا الفليحة تاعنا والتفاح. جهود حثيثة بذلت خاصة في ظل طبيعة المنطقة الجبلية والتي لطالما عرفت بمنتوجها الفلاحي المتميز. عدد الإجمالي تاع المستثمرات هو 674 مستثمرة. الأسبوع هذا إن شاء الله نطلق في إيصال الكهرباء ل 42 مستثمرة. تم اليوم وضع حيز الخدمة للمستثمرة الفلاحية التي تقدر طول الشبكة بها بأكثر من 3.2 كيلومتر بربط 4 مستثمرات، 5 مستثمرات كبرى. الغلاف المالي لعملية ربط المستثمرات الفلاحية على مستوى ولاية المدية يقدر بأكثر من 40 مليار سنتيم في شطره الأول. تذليل هذه العقبات بربط هذه المستثمرات سينعكس إيجاباً على مردودية الإنتاج الفلاحي وهو ما سيكون حافزاً لفلاحي المنطقة. وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية هو ما تجسد بالمناطق الرعوية لولاية إليزي ومكن من توفير المياه الصالحة للشرب لفائدة البدو الرحل والموالين. إبراهيم بالخير. بعد معاناة كبيرة لاستخراج المياه الصالحة للشرب من آبار عميقة كهذه، استفاد البدو الرحل وسكان المناطق النائية بولاية إليزي من برنامج استعجالي لحفر آبار رعوية وتجهيزها بمعدات الضخ بالطاقة الشمسية. راني في منطقة تزنكفت، راني كنت فيها 2019 وراني وليت لها هذه عندي حوالي شهرين لهنا. الحمد لله الكلام موجود والمجهودات نتاع الدوله راهي قايمه بها كما يلزم فيما يخص تجهيزات نتاع الابار الرعويه. نجمع المنطقه هي لازم حنا غادي نستعمل الناس انت الناس اللي ذكرى ذكرى هاك الكود من نشكم ويا اللي قايم يدير القشوه هورن وانا طول تيسينا موفر الماء لا باس. والثروه الاخرى اللي هي الغنم تكثر مولاها يتسجع انه يلقى الاكل والماء عند الاكل وين تشرب الزايلة وتبدأ تأكل. البرنامج مس أزيده من 100 بئر رعوي موزعة على المناطق التي يقصدها المربين بكثرة بحثا عن كلاء لمواشيهم على غرار مراعي طارت وادهان وتخملت. عندنا برنامج تاع 100 وحدة تاع طاقة شمسية ليقدر المربي يستفاد منها وتكون عنده سهولة لاقتناء المادة الأساسية للشرب ولا للأغنام تاعو. هذا البرنامج راه تقريبا في 60-55%. نطاق واسع من تجهيز الآبار للمناطق الرعوية بدأت فيه ولاية إليزي وجنت، بما أننا نحن مقبلين على فصل الصيف إن شاء الله منا لشهر 5 يعني مايو القادم هناك توفير يعني نسبة ما يعادل 90-95% للآبار بالمناطق الرعوية بإليزي. توفير المياه الصالحة للشرب سيحد مستقبلا من معاناة التنقل اليومية للموالين والمربين خاصة خلال فصل الصيف. دوليا الآن وفي جديد الوضع بأوكرانيا تتواصل المعارك في مدينة ماريوبول، فيما أعلنت موسكو السماح للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب بمغادرة المدينة شريطة إلقاء أسلحتهم. المزيد مع إيمان بالمولود. مع بداية فجر اليوم 26 للعملية العسكرية الدفاعية لروسيا في أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة لمواقع ومخازن للتدريب، في حين أسقطت القوات الدفاعية العسكرية الروسية طائرتين أوكرانيتين دون طيار فوق قريتي تشينوبايفكا وتسيركوني،
يحدث هذا في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الروسية أن تسرب مادة الأمونيا السامة من مصنع كيماويات بمدينة سومي ما هو إلا استفزاز مخطط له من قبل القوميين الأوكرانيين لاتهام موسكو باستخدام الأسلحة الكيماوية، مضيفة أن القوات الدفاعية الروسية لم تخطط ولا تقوم بأي ضربات ضد المنشآت الأوكرانية لتخزين أو إنتاج المواد السامة. تطورات يستأنف في خضمها الوفدان الروسي والأوكراني المحادثات عبر تقنية التحاضر عن بعد. لقاء الوفدين سيتم على أساس الموافقة على نص اتفاقية التسوية بين موسكو وكييف، تمهيدا لإمكانية عقد اجتماع بين رئيسي البلدين خلال الأيام المقبلة. وردا على موضوع وقف إطلاق النار، صرح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لن تنظر في ذلك أثناء المفاوضات بينها وبين كييف. وبخصوص الممرات الإنسانية، فند بيسكوف الأخبار المتداولة حول عدم وجود ممرات إنسانية تسمح للمدنيين بالخروج، متهما القوميين بعرقلة العملية. عودة إلى أخبار الوطن، وفي اليوم العالمي لمرضى تريزوميا نتعرف على أكاديمية بروفايل التي تهتم بتعليم الأطفال وحتى الكبار من هذه الفئة فنون المسرح والإلقاء والرقص الإيقاعي والكلاسيكي. الأكاديمية التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر تسعى إلى مساعدة مرضى تريزوميا على اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم. روبورتاج سميرة حاج عمر والتقرير لهشام سعدودي. في العطاس ونولي للناس نفرح. مولد الفن ارتبط بمولد الإنسان نفسه منذ اللحظة الأولى، بثقة ومرح وسعادة يمارسون مختلف دروس الفنون التي تقدمها هذه المدرسة المتخصصة والفريدة من نوعها أكاديمي بروفايل. نبغون الناس كيفاش نحسوا كي نروحوا لبعيد، نحسوا من الحياة. علميا وطبيا ممارسة أطفال تريزوميا للرياضة والفنون يكتسبون بها ثقة أكبر بأنفسهم، تقوي روابطهم الاجتماعية، تزيد لياقتهم البدنية، وتعالج مشكلة السمنة الشائع بينهم. يكتسبون روح الفريق، يمنحهم اللباقة في التصرف وفن الإصغاء، ويقوي مهاراتهم التعليمية. على غرار باقي الأطفال، تتمتع هذه الفئة بمواهب وقدرات تعبيرية تجعلهم يندمجون ويتفاعلون بسلاسة، إما في مرحلة التلقين أو في العروض على الخشب. لطالما أحب ابني المداومة على الحضور ومتابعة الدروس بشغف. ممارسة الفن والرياضة فرصة لتغيير الذات نحو الأفضل وتغيير نظرة الآخرين والمجتمع. بعزيمة مضاعفة وإرادة أكبر. سهام، نصل إلى ختام النشرة. إلى العالم. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة يشارك في فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمداكس 2022، تعزيزا للتعاون العسكري بين الجزائر ودولة قطر. أكثر من 10 أحزاب إسبانية تبدي رفضها للموقف المتحول لإسبانيا حول قضية الصحراء الغربية، وتطالب سانشيز بالمثول أمام البرلمان للتوضيح. وفي النشرة، رصدنا ردود فعل نشطاء وحقوقيين أوروبيين وصحراويين حول الموقف الإسباني المثير للجدل. بمرافقة ودعم الدولة وبعد تغطية الطلب المحلي، تصدير أول شحنة من كوابل الكهرباء من أحد المصانع بعين الدفلة بقيمة 3 ملايين دولار نحو الولايات المتحدة الأمريكية. بعد عملية رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الفلاحية
شبكة الكهرباء تصل عددا من المستثمرات بالمدية. والطاقة الشمسية بليزي لتوفير المياه الصالحة للشرب لفائدة البدو الرحل والموالين بالمناطق الرعوية. وفي اليوم العالمي لمرضى تريزوميا وقفنا في النشرة عند أكاديمية بروفايل لتعليم الأطفال والكبار فنون المسرح والإلقاء والرقص الإيقاعي والكلاسيكي. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. النشرة كان في الإخراج سمير ملال، في رئاسة التحرير أحمد أمين دريدي. تقبلوا تحياتي، سلام عليكم ورحمة الله.